دي فهاد الفيديو في السيري ديال الدرس ديال لا رياكسيون ديال لي ميتو ولا لوكسيداسيون دي ميتو دون لا. التمرين رقم 5 فهو تمرين سهل فقط في عندنا الجدول فيه بعض الخصائص اللي كيتميز بها جوج ديال لي كومبوزي اللي هما لاغوي ولا لوميين. دونك جو دوا كوشي لا كاز كي كونفيان بور ديتيرميني لي بروبريتي دو لاغوي اي دو لا لوميين. دونك هاد لاغوي دونك وحده فيه مرتبطه بالميتال اللي هو الحديد لو فيغ والثانيه مرتبطه بالالومنيوم. دونك انا عطاونا مثلا هنا لا فورم كيميك ديال لي رمجوج. دونك هنا يعني كل وحده غتكون يعني مع واحد لو كومبوزي في هاد الجوج. دونك عندنا لا بروميير فورم كيميك في ال 2 او 3. دونك عندنا هنا هاد الاكسجين ريبريزونت لوكسيد دونك هذا اوكسيد دو الالومنيوم. دونك عندنا الالومنيوم دونك اللي هي الالومين. دونك الالومين سي غادي لها ال 2 او 3 تسمى ال Fe2O3 هو الأكسيد دو فير ولا الأكسيد فيريك اللي هو كي ريبريزونت لاغوي اللي هي الصدأ. عندنا فورماسيون دين كوش بوغوز. دونك هنا واحد فيهم يعني كيشكل لنا واحد الطبقة اللي فيها الثقوب يعني بوغوز اللي فيها ثقوب هذه لاغوي اللي كتميز بأنها بوغوز. فورماسيون دين كوش امبرميبل بمعنى واحد الطبقة غير نافوذة بمعنى العكس ديال هذه بمعنى ما فيهاش ثقوب وما كتخليش المرور لا ديال الهواء ولا ديال الماء لذاك الميتال دونك اللي هي الاليومين. دونك على حسب هاد جوج شفنا جوج الحوايج شفنا دابا ديال بوغوز وديال الامبرميابل وحده فيهم بروفوك لا كوروزيون دو ميتال ولا كوروزيون دو ميتال وحده بروتيج لو ميتال دو لا كوروزيون. وحده يعني كتزيد بروفوكي هذيك لا كوروزيون كتزيد يعني تخليها تكمل في الديستريكسيون ديال داك الميتال بينما الثانيه كتوفر الحمايه للميتال. دونك بالنسبه للاولى لاغوي ولا الصدى ديال الحديد هو اللي فيه مشكل بينما الاليومين فهي مزيانه دونك عندها واحد لافونتاج انها كتبروتيجي ليا الميتال ديال الالومنيوم كونتر لا كوروزيون لانها عندها خاصيه ديال انها امبيرميابل. دونك هادشي اللي عندنا في هاد التمرين. نتلاقاو ان شاء الله في تمرين اخر في نفس الدرس او في دروس اخرى. ما تنساوش ابونا في لاشين في الجرس خليونا شي كومونتير ولا كان شي سيري ولا شحال بغيتو نخدموها تخليوها لنا في الصفحه ديال الفيسبوك ولا على الرقم ديال الواتساب.